إذا أنت مشترك بإنترنت الفايبر عندك في البيت، فأكيد أنت تبي سرعة عالية للإنترنت، تبي حق الجيمينج، تبي حق الستريمينج، مشاهدة الأفلام، الداونلود وغيرها من هذه الأمور. الإنترنت ما يعتمد فقط على سرعة الإنترنت، يعتمد أيضاً على نوع الجهاز اللي أنت قاعد تستخدمه، ويعتمد أيضاً بشكل كبير على نوع الراوتر اللي أنت قاعد تستخدمه. فاليوم جايب لكم واحد من أقوى الراوترات اللي موجودة بالسوق حالياً، وأنا صار لي الحين فترة قاعد أستخدم هذا الراوتر. الراوتر جبار. راح نفتح العلبة ونشوف شنو تحتوي عليه هذه العلبة، وراح نتعرف على مواصفات هذا الراوتر وليش بالذات هذا النوع من الراوترات. شركة تي لينك تقدم لك راوتر GX90، وهذا الراوتر فيه مميزات كثيرة، منها الحماية ومنها السرعة العالية للإنترنت ومنها التردد الخاص للجيمينج. فإذا أنت مهتم للجيمينج خليك معاي، راح نتعرف على مواصفات هذا الراوتر. السلام عليكم، معكم اخوكم الحسين. العلبة تحتوي على الراوتر وتحتوي على الانتنة او الارايل. عندنا 8 ارايل او 8 انتنز متوفرة داخل العلبة، وايضا عندنا كيبل الايثرنت وعندنا بلاك الكهرباء. هذه هي الاشياء اللي تحتوي عليها العلبة. خلنا نتكلم الحين عن مواصفات الراوتر. الراوتر يحتوي على معالج بقوة 1.5 جيجا هرتز رباعي النواة، يعني يعطيك أداء ممتاز وسرعة في الراوتر، بحيث إذا أنت طفيت الراوتر أو شغلته، وأيضا إذا أنت تبتوصل على السيرفر أو تبتوصل عليه هارد ديسك، تبتستخدم ميزة الكلاود، تقدر أنك أنت تستفيد من هذه الميزة من خلال هذا الراوتر بفضل المعالج اللي موجود داخل هذا الراوتر. وأيضا يدعم أحدث تقنيات الشبك اللاسلكي اللي هي الواي فاي 6، ويدعم 3 ترددات للواي فاي. نعم، 3 ترددات للواي فاي. عندنا 2.4 جيجا هرتز وتعطيك سرعة 574 ميجابت بالثانية، وعندنا أيضا التردد 5 جيجا هرتز الاعتيادي وتعطيك سرعة 1201 ميجابت بالثانية. أما الشيء الجديد اللي يميز هذا الراوتر إنه يدعم تردد جديد وخاص للجيمينج، وهو 5 جيجا هرتز جيمينج باند، ويعطيك سرعة تصل إلى 4804 ميجابت بالثانية مع تقنية HT160 اللي تدعم هذا التردد بالسرعات العالية وبدون تقطيع. أنت قبل إذا تشبك على البلاي ستيشن أو على الكمبيوتر، الأفضل أنك أنت توصل كيبل الإيثرنت من الراوتر إلى جهازك سواء البي سي أو البلاي ستيشن. الحين أنت ما تحتاج أنك أنت توصل جهازك أو الكونسل مالك على الراوتر من خلال كيبل الإيثرنت. مجرد ما تشبكها على هذا التردد الخاص بالجيمينج راح يعطيك أعلى سرعة وراح يعطيك أداء ممتاز وما يقطع معاك الإنترنت، وأيضا البينج يكون عندك ثابت. كل هذا بفضل المعالج اللي موجود داخل هذا الجهاز، وأيضا بفضل هذا التردد اللي موجود واللي حط لك إياه شركة تي بي لينك علشان تحسن من أداء الراوتر أثناء الجيمينج. وايضا الثمن ارايل اللي موجودين في هذا الراوتر او الانتنز اللي موجودين في هذا الراوتر، هذه موجوده عشان تعطيك نطاق اوسع او مساحه او تغطيه اوسع للواي فاي. اذا انت قبل تشبك على الراوتر الاعتيادي اللي عندك، اذا تشبك على ال5 جيجا هرتز لازم تكون انت على مسافه قريبه من الراوتر، اما بهذا الراوتر عادي انك انت تكون في مسافه بعيده بفضل هذه الانتنز اللي موجوده في هذا الراوتر. أنا مستغرب من تغطية الراوتر، تعطيك تغطية بشكل وايد كبير وايد أوسع من الراوترات الاعتيادية. هذه هي كانت المواصفات. خلنا نتعرف الحين على المداخل والمخارج الموجودة في هذا الراوتر. عندنا مدخلين USB-A، واحد بسرعة 2.0 وواحد بسرعة 3.0، وهذا إذا أنت كنت بتسوي نظام الكلاود أو تبتسوي لك نظام السيرفر المصغر عندك في البيت، تقدر أنك أنت تشبك الهارد ديسك على هذا الجهاز أو على هذا الراوتر، وتقدر أنك أنت تستخدم الهارد ديسك مالك عن بعد، وتقدر أنك أنت تنقل المعلومات من خلال هذه المداخل. وأيضا عندنا 3 مداخل جيجابت لان بورتس، وعندنا مدخل ومخرج واحد اللي هو الوان واللان، وأيضا يدعم سرعة الجيجابت. إذا أنت تبي تستخدمه، إذا أنت بتحط عليه إشارة الإنترنت تقدر توصل على هذا المكان، أو إذا أنت تبي توصل 4 أجهزة تقدر أنك أنت تستخدم ال4 منافذ اللي موجودة عندك وتوصلهم على 4 أجهزة، على البلاي ستيشن مثلا إذا تبي، وعلى الكمبيوتر وعلى الأبل تي في وعلى السمارت تي في اللي موجود عندك. تقدر تستخدم ال4 منافذ وتقدر تستخدم منفذ واحد تدخل فيه الإنترنت. وأيضا عندنا مدخل واحد بسرعة 2.5 جيجابت بالثانية، وهذا أيضا تقدر تستخدمه كمدخل ومخرج للإنترنت، وهذا شيء جدا ممتاز إذا أنت عندك سيرفر بالبيت تبي تستخدم الراوتر هذا لنقل المعلومات بسرعة عالية.
عندك تقدر انك انت توصله من خلال كيبل الايثرنت اللي يدعم السرعات العالية. الراوترات الاعتيادية عندك ثلاث مخارج للانترنت ومدخل واحد للانترنت، هذا عندك مدخل للانترنت وعندك اربع مخارج للانترنت، فهذه المداخل والمخارج تقدر تستفيد منها بالطريقة اللي انت تبيها. خلينا نشوف الحين شلون طريقة تعريف الراوتر وتضبيط الراوتر. الطريقة سهلة جدا، ما يبيلها انك انت تروح حق فني او شيء كذي، لا، مجرد ما تتصل على مزود الخدمة عندك وتقول له عطني اليوزر نيم والباسورد والبروتوكول اللي انت قاعد تستخدمه، وراح تقدر انك انت تضبط هذا الراوتر بنفسك. وايضا الراوتر هذا يدعم اللغة العربية. خلينا نشوف مع بعض. بعد ما تشبك على الراوتر تدخل على التطبيق ويعطيك هو الخطوات، راح يقول لك حط اليوزر نيم والباسورد مال الانترنت والبروتوكول، وبعدها يقول لك سم الواي فاي مالك تسميه مثل ما شفنا بالخطوات اثناء ضبط الراوتر. خلينا نشوف الحين شنو الاشياء اللي نقدر نسويها في هذا الراوتر. لاحظ عندنا هني نظام الحمايه. نظام الحمايه يقدم لك ثلاث انواع من الحمايه، حمايه او فلتره المواقع او المحتوى الخبيث، وعندنا هني ايضا الحمايه من نظام الاختراق. اذا في مواقع تبي تخترق الراوتر مالك او الانترنت مالك تقدر تحمي من خلال هذا الراوتر. وايضا عندنا نظام عزل الأجهزة المصابة، مثلا اذا عندك مثلا صديق مر عليك ولابتوبه فيه فيروس او فيه مشكلة ويبي يخترق الراوتر مالك، ايضا هذا يعزل الجهاز ويحميك من هذه الاشياء، فانت بامان اذا عندك سيرفر بالبيت او انت شابك هارد ديسك مالك على الراوتر فما تحاتي. هذا نظام الحماية، مجرد ما تضغط على هذا الزر راح تشغل نظام الحماية عندك على الراوتر، فانت ما تحاتي هذا الشيء. وعندنا هذا الخيار اللي هو الواي فاي جيمينج، اذا انت تبي تشبك على الواي فاي وتبي تستخدم مثلا اجهزه الكونسول او البي سي تبي تلعب جيمز، يقول لك شغل هذا الواي فاي او التردد الخاص بالجيمينج. بعد ما تنتهي من اللعب، بعد ما تخلص اللعب مالك وتطفي اجهزتك، يقول لك طف هذا التردد او طف هذه الشبكه على اساس انه يحسن لك من اداء الانترنت. فأنت بعد ما تنتهي من الجيمز تطفي هذا الخيار على أساس أن الانترنت يكون عندك بشكل ممتاز، لأن هذا راح يعطيك بوست أو راح يعطيك السرعة كلها على هذا التردد. راح نشوف مع بعض أثناء اللعب أن شلون السرعة راح تكون عندنا ممتازة. ومو بس كذي، أيضا عندك هني نظام أنك أنت تتحكم بالراوتر بشكل كامل، ولاحظ يدعم اللغة العربية، تقدر انك انت تعيد جدول تشغيل النظام بدل ما انت تنزل عند الراوتر وتسوي له ريستارت، هو يسوي ريستارت بوقت معين انت تختاره. وايضا تقدر انك انت تسوي تحديث للراوتر من خلال التطبيق نفسه، وتقدر انك انت تسوي اعادة تشغيل متى ما انت تبي، تقدر انك انت تسوي كل شيء بالراوتر من خلال هذا التطبيق. ايضا تقدر انك انت تسوي نظام التحكم او الرقابة الابوي. شنو هذا النظام؟ هذا النظام تضيف اجهزة عيالك في هذا الملف، حلو، تفتح لك ملف تسميه مثلا نسميه الاولاد، حلو، تختار مثلا الاعمار، عندك هنا 17 سنه، من 13 ل 17، من 10 ل 12، طفل من 0 ل 9، حلو، مثلا نقول طفل من 0 ل 9. لاحظ راح يعطيك المحتويات اللي راح يمنعها من طفلك، مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الإباحية، المواقع وغيرها من هذه المواقع. تقدر انك انت تمنع الطفل اذا شبك على هذا الراوتر، بحيث انه اذا حاول انه هو يدخل على المواقع مثلا المخلة بالآداب او المواقع الموزينة اللي ممكن تضر الطفل، تقدر انك انت تمنعه من خلال هذا الراوتر، وهذه ميزة ممتازة جدا. طبعا تقدر تتحكم بالفئات العمرية، عندك هنا عمر من مثلا 10 ل 12 سنة، لاحظ راح يفتح له بعض المواقع من مثلا 13 ل 17 سنة وغيرها من الأعمار، وهو يصنف لك إياهم، وتقدر انك انت تختار اللي انت تبيه حسب ما انت تحب. هذا هو كل شيء بخصوص راوتر GX90 من شركة TP-Link. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والتعليق وتشارك الفيديو مع أصدقائك. أتمنى نشوفكم في فيديو شرح ثاني. أنا أخوكم علي حسين، فمان الله.